هنبدأ فقرتنا من حيث ما انتهينا لما قلنا إصلاح ما أفسده الآخرون، واتكلمنا كتير جدا كل أسبوع مع فقرتنا المميزة وذكورة كلينيك. أستاذ دكتور ياسر بدران منورنا النهاردة، عشان زي ما احنا عارفين أمراض الذكورة وأمراض أو جراحات الذكورة كلها يمكن بتلاقي اهتمام، والفترة الأخيرة لما بدأنا نتكلم فيها بدأت تلاقي اهتمام كتير جدا من الرجال والناس اللي متابعين لينا. فالنهاردة مكملينها وهنبدأ من حيث ما انتهينا، والبروستاتا وأمراض البروستاتا وإزاي إن احنا نقدر نعرف المشاكل اللي خاصة بالبروستاتا كلها. دكتور ياسر نورتني. نورتني. ذكورة كلينيك زي ما احنا عارفين كل أسبوع إن شاء الله. الله، بس النهارده بقى علشان الموضوع ما ياخدناش عايزين بقى نبدا بالبروستاتا ونتكلم عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هي البروستاتا هي غده بتبقى موجوده عند الرجاله ومش موجود لها مثيل عند السيدات. هي غده بتقع اسفل المثانه. الحقيقه بتحيط بمجرى البول زي ما الساعه كده بتحيط بالمعصم. تضخم البروستاتا الحميدي وفي كمان تضخم البروستاتا الخبيث، موضوعين مهمين جدا بيهموا كل الرجال، والحقيقه دي كانت اسئله كتير سالناها في ذكوره كلينيك الفتره اللي فاتت، وعشان كده احنا جايين النهارده نجاوب على كل الاسئله. بس هي من الحاجات اللي كانت بتخوف الرجاله زمان قوي اجراء العمليات اللي تخص البروستاتا، علشان ممكن يبقى في مضاعفات بعدها قبل طبعا التقدم اللي حصل الفتره دي. مظبوط كده. هو الحقيقه البروستاتا كانت واخده زمان سمعه سيئه جدا، واستئصال البروستاتا كانت واخده سمعه سيئه جدا، لانها كانت بتسبب بعد استئصال البروستاتا بتسبب ضعف انتصاب، وساعات كمان كتير بتسبب ارتجاع للسائل المنوي، وطبعا سلس في البول. بعد معرفه التركيب الوظيفي والتشريحي والعلاقه بين الوظيفه للبروستاتا والتركيب التشريحي ليها وارتباطهم الوثيق ببعض، وكمان بعد ما اشتغلنا ليزر فور البروستاتا، البروستاتا بالليزر، بدأنا نعرف ونشوف مفاهيم أخرى إزاي بنستأصل البروستاتا بدون التأثير على القدرة الجنسية وبدون التأثير على ارتجاع السائل المنوي. قبل ما نفرض في إزاي بنستأصل البروستاتا بدون التأثير على القدرة الجنسية وارتجاع السائل المنوي، احنا هنفهم بس المشاهد الحقيقة النهاردة يعني إيه بروستاتا؟ ايه هي اعراض البروستاتا وامتى بيحتاج ان احنا نعمل التدخل برضه؟ دي حاجه مهمه جدا. اعراض البروستاتا بتبدا بصعوبه في التبول، البول بيبقى ضعيف جدا، تدفق البول بيجي بصوره بطيئه وضعيفه. سن ايه يا دكتور؟ يعني عند سن 50 سنه الى فوق. الحقيقه اكتر من 40% من الرجاله بيصابوا باعراض البروستاتا، عشان كده بيعمل بي اس اي. بالظبط كده. عند سن 80 سنه 90% من الرجاله بيصابوا باعراض البروستاتا او تضخم البروستاتا. احنا مش بس كده صعوبه في التبول، لا كمان البول بيقطع. في جزء من الرجال او معظم الرجال بيقدر يفضي جزء من البول، وفي جزء من البول بيتراكم، وعشان كده بيدخل الحمام بصوره متكرره.